وتكفى الكافة. يا سلام والله العظيم من هذا وقت أقرأ من كرمه تكفلوا بديوان كامل لي لبوك اللي أنا والله كفى أبو أستاذ كفى والله أبو فارع وكفى سؤال أبا لو بيدك حلو تلغي قرار أو تضيف قرار خلال دائرة البزنس وش اللي بتضيفه وش اللي بتشيله؟ بشيل ثلاث متسابقين من اللي راح السبعة من اللي الحين موجودين. طب ما أكيد إنك ما راح تقول الأسماء. أنا أولهم. أنا أروح أنت قاعد. ها تقدر ولا ما؟ لا. طيب سيف فهد. إذا شوف يمكنني مخطئ وشيء. سيف فهد. جي السؤال. سمح لك إنك تلغي قرار وتضيف قرار. ما هو القرار اللي راح تلغيه وما هو القرار اللي راح تضيفه؟ صار لنا شكل يقول بسرعة. القرار اللي حق برجيقة انه شيخين باسبوع واحد. ايوه. اشوف انه جدا مو بحلو والله. ايوه. حتى ما اقدر اسوي شيء انا في اشياء مخطط له على الشيخة من مبطي. تزاحم. تزاحمت وحتى ما اقدر احط قرارات يعني معينة خلاص ما حد يسويها يمكن احط قرارات يجي الشيخ. ترى كان سؤالي بنطاق اوسع من موضوع الشيخ. لا هذا اللي ما في شيء. حلو. غير غيره هذا. وش اللي بتضيف؟ وظيف اللي دخل معي واحد من اخوياك من اخوي هذا الاجابه اللي ابغاها عبد العزيز. والله اني صادق. يستاهل عبد العزيز. ها ابو عماد يقول عماد انقهر الموضوع اللي صراحه اشوفه عزوزة قيل قدم الموضوع اللي يشوفه يستاهل تغيير في طول البرنامج كامل. زين وهو أهم هن يعني اللي هو استبعاد علي الجعدي صراحة والله. حلو هذا تلغي ها القرار هذا اللي راح جديد طيب القرار اللي راح تضيفه. لا صدق والله لأن طيب مثل علي والله أنه يستاهل يكون معنا إلى علي مكسب لنا حنا أخويا ترى أقول لك أيوة. طيب القرار اللي راح ودك تضيفه يا لا تمدحون القرار اللي يضيفه يا طويل العمر أنه يسمح العثمان يروح 48 ساعة إلى عمان. لا لا والله أتكلم بشكل جدي. لا لا الودر بشكل عقلاني. لا بشكل عقلاني يا طويل العمر راح يكون أسمح للشباب أنهم يا طويل العمر يسوون أي شيء يبغونه دامني بنيت اللوكيشنات هذه لهم. أي شيء يبغون يسوونه في اللوكيشنات دام ما يخربها أو يضيعها مستقبلا يسوونه. طيب وش الشيء اللي منعونه منهم يسوون كل شيء يسوون مثال وأنا أعتبرها نصره لأخي. ها قرار اللي على فيصل العرجاني. وش القرار؟ اليوم ملغوا فقرته على اساس انها رسميه. وش ايش اللي يمنع اني مثلا فيصل ما يسوي فقره رسميه؟ انا ما اسوي فقره رسميه. اسوي فقره رسميه وتكون انت فقراتك ليش ما منعوها؟ فقرتي تايلة فيها مقاطع فيديو. طيب يعني على حسب الكلام اللي يمكن سياسه الاداره كذا. لان هذا قرار راح تضيفه ان المتسابق له الحق انه يسوي اي فقره ويسوي اي شيء بقناه ما دام سمحوا يعني حتى استضافه شباب من برا. حلو. انك تستضيف ناس من برا البرنامج. ليش ما يسمحوا لك كذا انت مثل متسابق كذا انت جاي مذيع زين ما عندك مشكله انت تطور موهبتك تطور موهبتك اقول لك مثال الصعوبات لا تسهل زين بقول لك مثال يلا انا ما سهلت انا والصعوبات بقول لك مثال بقول لك مثال انت تجرب صح صعب كذا اقول لك انت منشد صح فارس السيد مش موجود هني زين بتقول لهم انت مثلا اني ابغى اطلع برا زين نفس هذيك المره يوم فارس السيد سافر او شيء حلو حلو اني ابغى اطلع برا زي يقول لك لا ممنوع سابق ما تقبل ممنوع انك تطلع برا ما تسجل شيء للقناه يفرق ها شيء القناه شيء من القناه ما يدخل لي حلو يعني القرار اللي تبغى تجيبه ان المتسابقين يسمح لهم ان يسوي فقرات اللي يبغاه ويجيب الضيوف اللي يبغاه ايوه حلو. شوف على حدود مثلا يعني مثلا عندي فقره طول. تختص مثلا على الشباب فهمت نفس الفقرات اللي جاب اللي عبد الله فريد اظني جاب شخص تذكرون يوم الرحال طب انا سويت برا وجبت اثنين من جمعيه سرطان ايوه ترى للاسف للاسف اني ما كنت محضرتني بعتذر انت حاضر في القلب يا ابو عماد زين وانت ومشاري فهمت جبت ضيوف من برا واثريتونا بهالشيء طولت ابو عماد لا اقول لكم اياها يعني هي وجهه نظر واكيد ماني بغلطان زين اثريتونا بهالشيء فما يمنع ان الشخص مثلا يجيب حد من برا يعرض فيديوهات يعمل فقره رسميه ياخذ لها وقت 40 دقيقه انت عندك 16 ساعه بث ايش يمنع ان 40 دقيقه هذه انمي فيها موهبه شخص عندي ونحن في اخر الايام جزاك الله خير عفوا ابو سحاب كيف طريقه من اول جاب واحد من الشباب انا متحمس انه يجي يوصل الدور عندك عشان اعرف الجواب ايش يا ابو
وسمح لك تلغي قرار صار في البرنامج وتضيف قرار. وش القرار اللي راح تلغيه وش القرار اللي راح نروح المستثمر بسحاب؟ اي والله بشكل عام. انا ما ابغى، انا عشان كذا متحمس اجابتك لان احس انها بنطاق اوسع. وش القرارات اللي صارت بعد علي قرار مو نظام مثلا مو بشرط قرية قريتي المستثمر ما تكون كذا نهائيا. عندك آلية ثانية؟ عندي على نفس الآلية بس في تعديل. هذا تغيير. انا اقول الغاء واضافة. الغاء ايش الحاجة اللي تبغى تلغيها؟ مثلا قرار تبغى تلغيه، نظام تبغى تلغيه، بند تبغى تلغيه. يقدر يستبعد احد؟ شو تبي بيستبعد؟ عذرها بيستبعدني هنا. لا ليش؟ كذا ما في شيء. انا اشوف اصعب حاجه واجهها الشباب في البرنامج بشكل عام فقره المستثمر. وجهه نظري. لا مو بلغيها، الفقره هي الاساس. بس التمطيط اللي فيها ما يصير من البدايه يعني. كلها الاسس ثابته من البدايه، لان الاسس هي اللي بناء عليها الواحد يعرف يجمع، يعرف يشتغل، يعرف يبيع، يعرف يشتري. صادق. اما اجمع عشان اشتري وتصدمني ما في شراء، ولا اغامر واشتري وتصدمني ان ما في مقايضه. هذا معطيها حماس ترى، معطي الفقر حماس. وجهه نظري. بغض النظر عن حماس بس في اليات يعني. يا اخي انت تخطط، انت هنا جاي تخطط. ما في اعتقد ما في شيء. كلها اغلب قرارات اللي صارت من عند المدارية يعني باستثناء استبعاد علي، استبعاد علي لانه كان في وقت في برايم خروج شخص بعد بيومين. كان صكيته بخصومات ويوم دخل برايم. يا طلع ولا وش اللي بتضيفه طيب؟ والله أنا اللي بضيفه حاجة واحدة، إنه يكون كل تفاصيل البرنامج تكون بناء على أسس. تكون متسابق على بين. يعني شوف، المطبخ كان له درجات بعدين زادت. أبو رزيقة كان له درجات ثم زادت. المستثمر حبة فوق حبة تحت. صالة التميز كانت بسيطة ثم طوروا. أنا مع التطوير ما اختلفنا، بس لما التطوير يشمل أكثر من فقرة معناته التأسيس كان ورقي، ما كان شيء معتمد وقوي. ثبات حلو. أنت الحين تلعب مباراة متقدم 2-0 وفجأة أجيك أنا وأنا أصبت دقيقتين، أنا اللاعب الثاني من فرقة ثانية أصبت دقيقتين، أنت وقعك إنه ثلاثة الوقت الإضافي 3 دقائق 4 دقائق مع اللحظات البسيطة هذه. فجأة أنا فاجئك وحط 15 دقيقة، الفرقة الثانية يبغى لها هدف بس مثلاً عشان يعادلك. أنا ماني مع الثبات في القرار. كذا الوضع ممل. لو كنت أنت الضحية. لو كنت ضحية. صرت ضحية في أكثر من شيء أبو شحاب. في أكثر من حاجة أنا كنت ضحية فيها. وعادي لو. أنت لو أبو سلطان ما رحمك بعض اللحظات ما تعتقد إنك كنت. كيف رحمني؟ يعني اللي عليهم المفروض انه بالنظام عليه خصم كبير وحوله برايم ما يعتبر رحمه. واللي يطلع مثلا في النظام يترحب برايم وغيره 10 قبله نفس الموضوع ولا ترحب برايم، هذا يعتبر ظلم. طيب. ولا لا احنا ما راح نوصلها للظلم. شوف انا اعطيتك حاجه، انا اعطيتك نفس الحدث بالضبط. طيب وعشرة قبلي حلو. طيب وما معهم اذن من المستشفى عكس انا عكس فهد معه اذن من المستشفى ومعه اوراق تثبت كل شيء، بس في ناس قبلي ما معه لا اذن ولا وكذا. ما انا مو قلنا ظلم، بس انا اقول انه يعني طيب ايش ما فيها ما ما في يعني قرار ما في يعني رحمه. احنا نقول لك الاساسيات، عشان كذا انا اقول لك اني انا اكثر اني ما منضر من كذا، بالعكس عادي يكون كل يوم حدث تغير، حاجه تغير عشان ما يكون برنامج روتين ممل نفس الحلقات. لا ما فهمتني. لا شوف هذه جمالية. أنت لما يكون برنامج 50 ريالتي و50 سوق، السوق لازم يكون أسس، لأن 50 يعني مهم شيء أساسي. إيه لكن الريالتي موضوع عندك زايد دقيقة زايد هرب جوا وأنا هرب جوا. حلو. وجينا عند السلطة العليا. حلو. ليش هربت عبد الله الروقي جوال؟ والله أنا نسيته معي يوم اخذته واحتجته وعندي الظرف الفلاني يشوف انا قاعد اسوي مواعيد امي في المستشفى الى اخره. اعطيت عذر. حلو. وانت اعطيت عذر بايخ جدا، او انك دخلت مساحه في تويتر او حلو. احنا اثنين مخالفين. حلو. بس هو من منظوره انا بيعطيني 1000 لانه اقتنع شوي في عذري. وانت بيعطيك 4000. حلو. انا اقولك في الريالتي تمتع ابحر. حلو. انا بس فقره مثل مستثمر فيها حصد. انت ما طرت مستثمر بالحاله، طرت صوت تميز، طرت مستثمر. لا انا ضربت، انا قست. انا اقول لك ان هذه كلها ثبات فيها شيء جدا. دقيقه، انا قست لك على كلمه اسس، قست لك على كلمه اسس.
يعني كلمة أسس قصت لك إياها. الشيء اللي حلو يكون فيه أكشن ورياكشن وإلى آخره، الشيء اللي نظام شامل. عندي النظام بس إني أنا حسب مرياتي، بس عندي فقرة ما لها نظام أنا ما أي مرياتي أحطها، أنا شغل على مرياتي. لما تشتغل على مرياتك تطلب الناس يرضون عنك. أنت تشتغل على مرياتك. المستثمر تكلم. إي أنا مستثمر. إيه. أنت تشتغل بعدين مستثمر، مو أنا اللي مستأمن، البشرية كلها مستأمنة. ما شاء الله. جود في حفلة. أسلم. في حفلة أنا بعد. هذه كانت تجيني في المعصر. كنت في حكا المعصر. أيوه. عطري يدي عطري. أقول أنا. المستثمر يا جاي. جاي. متى شالوا الماسية من العيال؟ مرسلة شوية حفلة. جايد المستثمر متى ما شالوا الماسية من العيال؟ شالوها ثاني شهر اخر ما ثاني شهر مدري قبله. قبله كيف كان السوق؟ كان اسس النظام. حلو. مزاد مقايضه الماسية لاهلها ماشيين كل واحد عارف خراجي عارف اموره. شقلبت انت الدعوه كلها فوق، شقلبت عليهم وشقلبت عليهم. زين قل لا اله الا الله ابو شهاب. يوم انك حطيتها متاحه في دين الشباب الاسهم الماسية قمت العب فيها. بس انت عندك خبر مبدئي ان ما المستثمر ما لها اساس معين، ما لها يعني ما فيها لها اليه معينه ونظام معين. هذا تحمل كل يوم له نظام. لا يعني في انا عندك اخر شيء اخر اسبوع، اخر اسبوع انا اعتبرني ما اقولك اني انت تدري بس اعتبرني خسرت شيء. اختصر عليك سيد المزاد شريت متجر ب اختصر عليك خذها بعماد مني وخذها قعدت على اختصر عليك اختصر عليك بس في نقطه مهمه ابو سعد انا اللي بقفل عشان بروح اخذ ملابس حتى انا اختصر عليك انا لو اني هنا في المستثمر اقدر اطلع النجف في المستثمر ولا كيف اطلع النجف اسوي الاليه اللي تخلي الطبقه اللي ابغاها فوق الطبقه اللي ما ابغاها تحت انا ابو سحابه ابو سحابه وان الموضوع مرن وفي يدي انا وطالما انه مرن وعلى اهوائي سهله ما هي بصعبه دقيقه انا بخلي فهد يصير افضل واحد مستثمر فهد شرى مليون شجرة أوكي أخذ بأسهم خلاص قررت ثبات الماسية لنهاية البرنامج حلو؟ حلو أنا أخذت الماسية عبد الروق أنا ما أبغى عبد الروق يستفيد من الماسية الماسية الأسبوع الجاي تنزل أعطيك حقائق موجودة متجلية أنا أقول لك فقرة تصنع البطل وتلغي اللي ما هو بطل موجود الشيء هذا متجلي ما في لا ما أحتاج أن تجادل فيها اشغلت انا انت ثلاث ايام وخربيج ما يحول من اذنك ايش ايش ثلاث ايام امس ترى المغرب لا تقعد تصدر اجلس هنا ايام شوك من الله بالنور سو فوق بعد فارع الداروني لين اتعافى تعال تعال شوف معي عشان ترتاح انا مطش وجهي انا قال لي ثلاث ايام ما اقول شيء هذا مسوي فيه كيف حنان فهد فارع على ايام يجي يصلي جنبي بس ويطالع فيني ويضحك عشان طمانينه اوكي شمت يروح مساك الله بالخير ماني منفس والله ولكن في ضيوف مسيرين علينا مرحبا بكم من مجلس بالهنقر على جوكم رواد اعمال سوالف طقطقه ضحك ابو نص ساعه لين يدن بعدين تسحروا خلاص شينا بيجون الحين ولا هذا محتاج انا بطرك طيب ما اسلم بلغهم قول لهم يمشون يلا ما ادري عنه اللي جاهز يجي كل واحد خلاص كل بجيك ابو نزار بس المصر انت ما لبسك شنو والله انا ثيابي جاهزات انا اصلا راح على بعد العشاء أنا بشد معك يا رب.